رحلة المغادرة من مطار الرياض إلى جدة رقم 163 تعد ثاني أشنع حادث طيران على مستوى التاريخ. طبعا قبل لا أبدأ بأي شيء أدعو بالرحمة والمغفرة للجميع من راح ضحية لتحطم هذه الطائرة اللي مات جميع ركابها. في يوم 19 أغسطس من عام 1980 أقلع الكابتن محمد بن عبد العزيز الخويط رحمه الله متجه إلى جدة، وكانت هذه الطائرة بحمولة كاملة يقدر عددها ب 301 شخص على متن هذه الطائرة. بعد ما أقلعت الطائرة بفترة بسيطة جدا أظهر جهاز استشعار الحرائق وجود حريق في آخر مقصورة الركاب. طبعا ظهر هذا التحذير متأخر، وقرر قائد الطيارة أن يعود بالطائرة إلى مطار الرياض، وبعد 16 دقيقة عاد إلى مدرج مطار. هبطت الطيارة، وقبل 10 دقائق من هبوط الطيارة كانت سيارات الدفاع المدني متواجدة في المكان، ولكن تدافع الركاب إلى مقدمة الطائرة منع طاقم الملاحة والمضيفين من أداء دورهم في فتح أبواب الطوارئ وإخراج الركاب من الطائرة اللي وصل درجة حرارتها حينها إلى أكثر من 100 درجة مئوية. وبسبب انتشار الغازات السامة ووصول درجة الحرارة إلى أعلى مستوى داخل الطائرة مات جميع الركاب في هذه الطائرة، ولم يكن هناك أي شخص ناجي من هذا الحادث البشع حتى يروي لنا الأحداث البشعة اللي مروا فيها. ومن باب أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيب، راح أذكر لكم قصص بعض الأشخاص اللي كانوا مصرين يركبوا هذه الطائرة الكارثية، ولكن لطف رب العالمين كتب لهم حياة. المسافر عبد العزيز المشعل اللي تناول وتناقل كثير من الناس قصته. أي عبد العزيز المشعل كان حجز مؤكد وكان معاه بطاقة الصعود الطائرة، وفي المطار حس بتعب شديد واستسلم لغفوة بسيطة، وبعد ما صحى اكتشف أنه الرحلة راحت، وراح يعاتب موظفين الخطوط السعودية ليش ما نبهوه عليه، لكن رجعت الطائرة وهي تحترق قدام عينه. ومن بعدها عبد العزيز المشعل ما ركب طيارة طول 30 سنة حتى توفاه الله. علي الغامدي كان شيخ كبير في السن ومعاه زوجته ينتظروا هذه الرحلة، ولكن جو مسؤولين الخطوط السعودية وأبلغوه بأنه الرحلة راح تتأخر، وقال لهم علي الغامدي أنا ضروري أسافر ولازم أكون في جدة. فسمعوا واحد من اللي قاعدين ينتظروا في الصالة وقال له إذا ما راح تنتظر أنا باخذ منك بطاقة الصعود للطائرة. طبعا أيامها ما كان في مشكلة أنك أنت تاخذ بطاقة الصعود للطائرة حتى لو ما كانت تحمل اسمك، المهم يكون معك بطاقة صعود الطائرة. كان أعطى لهذا الشخص بطاقة الصعود للطائرة ونجا من موت. أيضا كان في اثنين معهم حجز مؤكد وكانوا يبغوا يلحقوا على نفس الرحلة، وقعدوا يتهاوشوا مع موظف الخطوط عشان يطلعهم، ولكن ما كان في أي إمكانية أنهم يلحقوا عليها، وقال لهم انتظروا إلى الرحلة اللي بعد. ينتظرون شافوا الرحلة وهي تهبط إلى مطار الرياض وهي تحترق. رجعوا طبعا للموظف واعتذروا منه لأنه كان سبب في منعهم من الصعود إلى هذه الرحلة.